انت عندك 3 ماتشات زي ما قلت كده. صحيح. النهارده مستر كولر طبعا هو الجهاز الفني وعنده النهارده جاهزيه عدد كبير جدا من اللعيبه. اوكي. بدليل حتى التغييرات اللي بتعمل في كل ماتش. النهارده الناس اللي بتنزل بتبقى مؤثره، الناس طبعا اللي بتنزل بتبقى النهارده على قد المسؤوليه، بيلعب كويس كل الحاجات دي. فالنهارده انت عندك عدد كبير جدا من اللعيبه، وعندك في كل مركز النهارده 2 3 لعيبه. النهارده هتلعب 3 ماتشات في خلال اسبوع او في خلال 8 ايام، حاجه يعني حاجه طبيعيه. والدوري الانجليزي على فكره لو تلاحظ كده تلاقي برضو كل 3 ايام ماتش. اوكي. كل 3 ايام ماتش. صحيح. هنا بقى عمليه المدير الفني والجهاز الفني اللي معاه والروتيشن والريكفري والحاجات دي كلها، لان انت في نهايه موسم. صحيح. في التوب فورم دلوقتي مش أوكي. هتعمل بقى تشتغل فيتنس وهتشتغل، لا لا، هتشتغل كلها حاجات اسلوب لعب تكتيك تمرين. اه طبعا. اوكي. والنهارده ما تقدرش تخش على حاجات فيتنس الا اذا كانوا لعيبه مثلا مصابين، كان لعيبه ما بيلعبوش او ما بيلعبوش، هتخش فيهم جزء فيتنس، ولكن الباقي كله عمليه ريكفري وعمليه اطالات وعمليه استرتشات وشويه حاجات على الجول تكتيك وشغله بس كده. بس كده عشان ما اللعيب ما يحسش بالايجاد. اه حضرتك مع انهي راي؟ مع الراي اللي بيقول ان مستر كولر لازم ال3 ماتشات اللي جايه يلعب باقصى قوه ليه. هو كده كده هيلعب باقصى قوه مع اي حد، ولكن انا اقصد ان هو يلعب بمجموعه اللاعبين اللي بيعتمد عليها الفتره الاخيره. هو اصبح بيعتمد على مجموعه لاعبين معينه. لا انا دايما اؤيد. حقيقي دايما اؤيد ان انا العب بالتشكيل الثابت الا اذا كان هو تغيير في مركز او مركزين. زي يعني محمد الشناوي مصيب، علي لطفي دخل. حضرتك مع تثبيت التشكيل بدون التشكيل. اي شك. تثبيت التشكيل الا اذا بقول لك في 2 3 لعيبه. لا بعيدا عن الاصابات، انا عندي دلوقتي قوام الفريق في 28 29 لعيب كلهم يقدروا يلعبوا. كلهم يقدروا يلعبوا. حضرتك تثبت الفرقه في ال3 ماتشات اللي جايه. اثبت الفرقه. اوكي. اثبت الفرقه عادي. أوكي. جدا. ودي برضو تبقى استعداد كويس ليوم 4 مع مش هيبقى فيها اجهاد زي ما قلت. مش انا مش شايف عمليه الريكفري زي ما قلت لك. اوكي. دي مهمه جدا جدا. وزي ما قلت لك النهارده ممكن يدي راحه سلبيه حتى يوم يومين مش مشكله. اوكي. واللعيب النهارده خلاص، اللعيب النهارده بفكر احترافي. اللعيبه بفكر احترافي النهارده، عارف ازاي النهارده ينام، عايز ياكل ازاي، تغذيه، كل الحاجات دي. فكر الاحترافي النهارده اللعيب برضو بيخليك النهارده اللعيب على قد المسؤوليه، يعني حتى المسؤوليه بتاعت مدير الفني اللعيب بيبقى قد المسؤوليه النهارده. اوكي. فحضرتك مع تثبيت التشكيل مع تثبيت